العالم كله دلوقتي بيواجه مشكلة حقيقية وخطيرة جدا، وهي مشكلة الاحتباس الحراري، وان درجة حرارة الارض زادت وبشكل كبير جدا في الكام سنة اللي فاتوا ولسه بتزيد، وطبعا هو ده اللي سبب التغير المناخي الغريب اللي بنشوفه الفترة اللي فاتت، وكمان هو ده سبب الكوارث الكتير اللي حصلت زي الاعاصير وحرائق الغابات وغيرها. وعلى فكرة الموضوع مش هيقف عند كده وبس، لا ده احنا لو ما حليناش المشكلة في كوارث اكتر ممكن تحصل السنين اللي جاية، وده اللي خلى دول العالم كله دلوقتي تتحد مع بعض وتحط خطة واضحة علشان تقلل من انبعاثات الكربون في الجو وبالتالي تقلل من الاحتباس الحراري، وطبعا مصر واحدة من الدول دي. علشان كده احنا عاملين خطة تنمية مستدامة 2030، وهي دي اللي هنتكلم عنها النهاردة. بس في الاول لو انت اول مرة تشوفني ومهتم بالعمارة والفنون عموما، انزل بسرعة واعمل سبسكرايب للقناة، وطبعا لو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والشير. واهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية معماري، انا احمد علي، ويلا بينا نبتدي الحكاية. أيها القادة، نحن في هذا الموقف عينه، لكن الكارثة هي أننا لسنا في فيلم خيالي ونعرف أن أداة نهاية العالم قريبة وبأن الساعة تدق على دقات التوربينات والأفران والمحركات التي ندخ من خلالها الكربون في الهواء أسرع وأسرع فأسرع. في سبتمبر اللي فات كان في مؤتمر مهم جدا للمناخ اتعمل في جلاسكو، وده المؤتمر اللي بالمناسبة صرح فيه رئيس وزراء بريطانيا عن خطورة الموقف اللي العالم فيه دلوقتي والمشاكل اللي ممكن تحصل لنا بسبب الاحتباس الحراري، واللي قال فيه برضو ان في خلال كام سنة في مدن كاملة ممكن تختفي بسبب ارتفاع منسوب مية البحر زي نيويورك في امريكا وميلان في ايطاليا واسكندرية في مصر، وطبعا مدن تانية كتير. وبنى على كلامه ان لازم يكون في خطة واضحة العالم كله يمشي عليها علشان نلحق الكارثة دي قبل ما تحصل، وطبعا الحل كان في اننا نقلل معدل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في الجو علشان نقدر نسيطر على الاحتباس الحراري وكل حاجة ترجع زي ما كانت قبل الثورة الصناعية. وفعلا اغلب الدول مضت على اتفاقيات بانها لازم تحط خطة تنمية مستدامة علشان توصل لصفر انبعاثات كربون في الجو قبل 2050، ده طبعا على حسب الكلام اللي اتقال. وعلشان ده يحصل لازم الخطة دي تتنفذ على مراحل، يعني مثلا عندنا في مصر عاملين خطة تنمية مستدامة لغاية 2030 بحيث نكون قدرنا في الوقت ده نقلل من معدل انبعاثات الكربون بنسبة معينة، وبعد كده نخش في المرحلة اللي بعدها وتفضل النسبة دي تزيد لغاية ما نوصل لصفر انبعاثات كربون في 2050. طيب يجي حد يسألني ويقول لي الكلام ده هيحصل ازاي، يعني ازاي هينفذوه على ارض الواقع؟ هقول لكم الكلام ده علشان يحصل في حاجات اساسية كده لازم كل الدول تعملها ومنهم مصر. يعني مثلا اول حاجة لازم تتعمل اننا نمنع خالص العربيات اللي بتشتغل بالبنزين ونستبدلها بالعربيات الكهرباء، وطبعا ده مش هيحصل فجأة، لا ده برضو بيكون على مراحل، وفي دول كتير بدأت تعمل كده فعلا عن طريق انهم يقللوا دعم العربيات البنزين ويقللوا في طاقة انتاجها واحدة واحدة، وفي نفس الوقت يدعموا العربيات اللي بتشتغل بالكهرباء علشان التحول ده يحصل بشكل تدريجي من غير ما يعمل اي مشاكل. وفي دول تانية بدأت تقلل الاعتماد على العربيات الملاكي اصلا سواء بالكهرباء او بالبنزين، وبتشجع الناس انها تستخدم المواصلات العامة زي الاوتوبيسات وخطوط المترو، وده حصل عن طريق انهم منعوا العربيات الملاكي من انها تدخل مناطق معينة في المدن، وعلشان توصل للاماكن دي لازم تستخدم اوتوبيس او مترو، وده علشان يقللوا الزحمة في المناطق دي ويخلوا الوصول ليها اسهل وأسرع. علشان كده عندنا في مصر الحكومة دلوقتي بتحاول تطور من شبكة المواصلات العامة وبدأوا يتوسعوا أكتر في وسائل النقل الجماعي وخصوصا جوه القاهرة، فهنلاقيهم بيعملوا مونوريل في مدينة نصر وخط تاني بيتعمل في أكتوبر والقطر الكهربائي الخفيف أو الـ LRT اللي بيتعمل على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، ده غير خطوط مترو الأنفاق اللي شغالين فيها. ومش بس كده، لا ده كمان الأوتوبيسات القديمة اللي كانت بتشتغل بالبنزين بدأوا يستبدلوها بأوتوبيسات جديدة بتشتغل بالكهرباء، وكمان بيعملوا على الدائري شبكة اوتوبيس ترددي الـ BRT اللي هيكون حاجة كده شبه الترماي بتاع زمان بس من غير قضبان، وبرضه بيشتغل بالكهرباء وهيخدم على الطريق الدائري كله وهيكون هو بديل الميكروباصات لان الميكروباصات هتتمنع تماما من انها تمشي على الدائري. كل ده بيتعمل علشان يقدروا يوفروا شبكة مواصلات محترمة الناس تقدر تعتمد عليها في مشاورها اليومية، فيقللوا الاعتماد على العربيات الملاكي. ولو ده ما يناسبكش وبرضه عايز تستخدم عربيات ملاكي، هتلاقيهم بدأوا يوفروا في محطات البنزين دلوقتي محطات تانية لشحن
شحن الكهرباء علشان يشجعوا الناس انها تستبدل عربيات البنزين بعربيه كهرباء. واعتقد الفتره الجايه سوق عربيات الكهرباء هيزيد جدا في مصر. طيب ده كلام جميل قوي، فكره اننا نتحول من البنزين للكهرباء، بس برضو لسه في مشكله، وهي ان الكهرباء اصلا مش مصدر نظيف للطاقه. وفكروا فيها، احنا علشان ننتج كهرباء بنولدها من محطات بتشتغل بالغاز الطبيعي، والمحطات دي بتخرج نسبه كبيره جدا من انبعاثات الكربون في الجو. يعني من الاخر ما عملناش حاجه، اللي وفرناه هنا زودناه هنا. هقول لك لا، احنا برضو مش ناسيين الموضوع ده، لانهم شغالين دلوقتي على مشروع لانتاج الطاقه المستدامه، فهنلاقيهم بيعملوا محطات كبيره جدا لانتاج الطاقه المتجدده في كل حته في مصر، زي محطه الطاقه الشمسيه اللي اتعملت في بنبان في اسوان، واللي تعتبر واحده من اكبر المحطات في العالم، وممكن تشوف حلقه كامله عنها كنا عملناها قبل كده من هنا. وكمان عملوا محطات طاقه رياح في منطقه البحر الاحمر زي محطه جبل الزيت وغيرها. والموضوع ما وقفش عند كده وبس، لا ده كمان هنلاقيهم بيعملوا محطات للطاقه الشمسيه في الكره المتطرفه في مصر، واللي كان زمان ما بيوصلهاش كهرباء او بيوصلها كهرباء بشكل مش منتظم. المحطات دي عندها القدره انها تمد الكره بالكهرباء اللي محتاجاها من غير اي مشاكل، والكلام ده حصل في قريه كلبشه في اسوان وقريه ابو منقار في الوادي الجديد وغيرهم. ومش بس كده، لا ده كمان جوه القاهره، لان في توجه دلوقتي بانهم يعملوا محطات طاقه شمسيه في المباني اللي بتستهلك كهرباء كتير وبتعمل حمل على الشبكه الرئيسيه، بحيث توفر الكهرباء اللي محتاجها المبنى والفائض تبيعه لشركه الكهرباء. والكلام ده اتطبق في المحطه اللي اتعملت من كام سنه في جامعه القاهره. بالطريقه دي في جزء كبير جدا من انتاجنا بقى بيجي من مصادر متجدده، والخطه المحطوطه اننا نوصل ان 40% من الطاقه اللي بنستهلكها تكون جايه من مصادر متجدده. الكلام ده بحلول 2035، وطبعا النسبة دي هتزيد لغاية ما توصل ل100% في 2050. طب ده جميل جدا، هل الموضوع وقف عند كده وهنقدر نوصل لصفر انبعاثات كربون في مصر؟ هقولك لا، لسه فاضل أهم حاجة، وهي اننا نقلل استهلاك الكهرباء في المباني، لان على حسب بعض الاحصائيات المباني لوحدها بتستهلك 50% من الطاقه اللي بتنتجها اي دوله، وكل ما المباني استهلاكها بيزيد الدوله بتضطر انها تنتج كهرباء اكتر. ومهما كان انتاجنا من الطاقه المتجدده، اكيد لو اتزنقنا هنضطر اننا ننتج طاقه من مصادر غير متجدده علشان نسد العجز. علشان كده لازم المشكله تتحل من اساسها، وخليني اشرح لكم. اغلب الطاقه اللي بنستهلكها في المباني بتكون يا اما في التدفئه او التكييف، لان زي ما احنا عارفين دي اكتر اجهزه بتستهلك كهرباء، وده طبعا لاننا مش بنراعي خالص العوامل البيئيه واحنا بنصمم البيوت بتاعتنا. فعادي جدا انك تلاقي مبنى اداري معمول في دوله حر زي مصر والواجهه بتاعته كلها معموله ازاز، وده طبعا بيرفع جدا من درجه الحراره جواه، فبيحتاجوا اجهزه تكييف علشان يقدروا يستخدموه. حتى البيوت السكنيه دلوقتي اغلبها مش معزول كويس، فهنلاقيها دايما ساقعه جدا في الشتاء حر جدا في الصيف، فطبيعي جدا ما نقدرش نعيش في المباني دي من غير أجهزة تكييف ودفايات. علشان كده الحكومة الفترة الجاية لازم تحط قوانين صارمة علشان تقدر تتحكم في جودة المباني اللي بتتصمم، وإن يكون ليها معايير معينة ما ينفعش تقل عنها علشان ما تستهلكش كهرباء كتير. وبالمناسبة المعايير دي موجودة في الكود المصري للبنى من زمان، بس المشكلة عندنا دايما في الرقابة على تطبيقها، وده اللي المفروض يحصل الفترة الجاية. التلات محاور اللي احنا اتكلمنا فيهم النهاردة دول المفروض ان كل الدول شغالة عليهم علشان يحققوا الهدف الأهم، وهو الوصول لصفر انبعاثات كربون في الجو قبل 2050، علشان ده لو ما حصلش هتحصل كوارث احنا في غنى عنها. بس كده خلصت حلقتنا النهاردة. لو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والشير، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكاية معماري.